فلماذا تقول لي صباح النور؟ صباح النور؟ إيش صباح النور هذه؟ المعنوية يقول أن النور هو يخلق الخير، فعندما تقول صباح النور كأنه اللي يأتي بالخير هو النور. طب ماذا أقول؟ صباح الخير خطأ أيضا عندهم، عند بعض العلماء قال لا، تقول صبحكم الله بالخيرات بالخير. في التحية السلام عليكم، من الناس من يقول سلام عليكم، خطأ السلام عليكم، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام.